كابتن مصطفى عسل بطل العالم في سكواش ولاعب سكواش بالنادي الاهلي، قول لنا رايك عن السداسات المبكره لماتش سان داونز وسفر كابتن محمود الخطيب كرئيس لبعثه النادي الاهلي. طبعا في البدايه اكيد طبعا يعني سفر بدري للفريق هناك دي حاجه كويسه جدا، استعداد للجو فرق التوقيت. طبعا احنا برضو عندنا في الاسكواش بنسافر قبلها باسبوع عشان نتعود على الوقت وكده، طبعا ده يدل ان فريق النادي الاهلي جاهز جدا لخوض المباراه وان شاء الله المكسب هناك كمان على الارض هناك. ان شاء الله انا متفائل جدا ان الاهلي ان شاء الله يكسب هناك وان شاء الله يكسب مستريح كمان، ان دي روح الفريق النادي الاهلي، وان برضو كابتن محمود الخطيب ان هو يكون معاهم هناك ده دعم كبير جدا منه، ودي تدي حافز للعيبه كمان ان هم يكون عندهم اصرار ان هم يكسبوا كمان بفرق هناك. فان شاء الله يعني احنا متفائلين كلنا معاهم، احنا الاسكواش كله ان شاء الله نتفرج على الماتش عليه مع بعض هناك، فبتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. انا شايف ان الاستعداد دي لو هم عملوها سافروا قبل الماتش باسبوع دي كانت حاجه كويسه جدا للفرقه، وبعد كده طبعا سفر كابتن محمود الخطيب معاهم بيديهم حافز كبير جدا يعني هم يقدموا هناك بعد اللي حصل السنه اللي فاتت، فان شاء الله السنه دي يبقى احسن. طبعا حاجه كويسه ان هو يبقى موجود في البعثه، دي بتدي حافز للعيبه وبتبقى حاجه كويسه بالنسبه للعيبه ان الكابتن محمود الخطيب طبعا يبقى موجود مع البعثه، وان شاء الله الاهلي ان شاء الله يقدر يصعد من جنوب افريقيا ان شاء الله، وان شاء الله يعمل نتيجه ايجابيه حتى لو تعادل 0-0 ان شاء الله يقدر يتأهل ان شاء الله من جنوب افريقيا ان شاء الله. طبعا هو شيء جميل جدا ان احنا نسافر بدري عشان نتغلب على المشكله اللي قابلتنا في الماتش اللي فات في نفس الملعب في نفس مع نفس الفريق. وجود طبعا الكابتن محمود الخطيب ده شيء كويس هيحفز اللعيبه، واحنا بنشكر الخطيب على اللي بيعمله، يعني انا بشكره من كل قلبي على اللي هو بيعمله مع الفريق ومع النادي، وده شيء كويس جدا. اجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب وتولف واحد، ونتيجة تاني النادي الاهلي المصري مع رقم واحد، العالم شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 واحد. سفر البعثة بدري كده دي كويسة جدا عشان يتعرفوا على الانفايرومنت اللي هناك وطبيعة الجو والدنيا وفاميليار بالجو هناك، يعني ما تبقاش في الرهبة ساعة الماتش، فدي كويس. تاني حاجة طبعا سفر الكابتن بيبو دي حاجة كويسة جدا، يدي سبورت ويدي ثقة للعيبة ان الادارة والدنيا كلها ومصر كلها وراهم، وان شاء الله النادي الاهلي يكسب ويعدي سان داونز. الاستعداد طبعا قبل المباراه بيتعودوا على الجو العام للبلد والملاعب وكل الحاجات دي بتاثر على اللاعبين، وان شاء الله يطلعوا ماتش ممتاز باذن الله النادي الاهلي. الحقيقه دي خطوه كويسه جدا ان هم يعني سافروا في وقت بدري جدا، يعني مبكر جدا بالنسبه لان هم سافروا ثاني يوم المباراه تقريبا على طول، فعشان ياخدوا على المناخ وياخدوا على الجو الكويس، الجو اللي هناك صعب جدا بالنسبه لان الحراره عاليه والاكسجين قليل، فحاجه كويسه جدا للعيبه وياخدوا فرصتهم ان هم يتدربوا هناك وتروح رهبه المباراه ويقدروا يكونوا عندهم رجلهم تبقى ثابته في الملعب وياخدوا على الارض اللي هناك، لان اكيد الارض اللي هناك مش بنفس الكفاءه اللي عندنا او ممكن تكون اقل من الارض اللي متعودين عليها هنا، وتضيع رهبه المباراه دي حاجه كويسه. وخاصه كمان اهم حاجه في الموضوع ان الكابتن خطيب معاهم، فدي حاجه كويسه جدا طبعا بتدي حافز جامد جدا للعيبه ان اللعيب بيشتغل او بيلعب بكل طاقته وبكل امكانياته، واحنا نتمنى ان اللعيبه تشيل من دماغها رهبه المباراه خالص وحكايه الطار والكلام ده كله، ويلعبوا لعبهم ويلعبوا كورتهم اللي هم بيحبوها واللي احنا بنحبها واللي احنا بنشجعها، ونتمنى ان هم يادوا اداء يرفع راس مصر كلها. اجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب وتولف واحد، ونتيجه تاني النادي الاهلي المصري مع رقم واحد، العالم شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 واحد. الاهميه الكبيره للمباراه عاوزه ناس كبيره برضك، لازم وراجل كان لاعب ومن اهم لاعيبه مصر، فلازم ينقل لهم خبرته في الماتشات المهمه اللي زي كده هو شخصيا، ما ينفعش اي حد تاني، واخد بالك؟ عشان اللعيبه تاخد ثقه في نفسها يعني ايه، ان شاء الله ربنا يكرمها وتحقق وتخش النهائي باذن الله، واخد بالك؟ فكان مهم جدا اللي عمله كابتن محمود الخطيب ده ان ايه
يبقى قدوة ليهم ان هو على رأسهم حضرتك، وان شاء الله ربنا يكرمهم ويرجعوا منصورين بإذن الله. تجربة ماتش الهلال، الخطيب طبعا قيمة رياضية كبيرة، بالإضافة طبعا وجوده كعامل داخلي وسط اللعيبة طبعا حاجة قيمة كبيرة يعني. الاستعدادات المرة دي طبعا أحسن من الماتش الشهير يعني، اللي هو كان طبعا الأهلي يعني تهزم فيه هزيمة تقيلة حتى احنا مش عايزين نفتكرها. فنتمنى يعني النتيجة تبقى متوازنة ونحقق نتيجة إيجابية يعني إن شاء الله يعني. وجود الكابتن محمود مع البعثة يعني ده بيشجع الفريق، وأكيد وجوده بيبقى مؤثر جدا طبعا، وهو قيمة كبيرة بالنسبة للشعب المصري مش بس بالنسبة لفريق الأهلي. وإحنا بنتمنى طبعا للأهلي كل التوفيق، وهو الأهلي ظهر بمظهر مشرف الماتش اللي فات يعني مع سان داونز، وإحنا بنتمنى له كل توفيق إن شاء الله في الماتش الجاي.